بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي يوم 27/3/2022 ومعاكم قناة المواشي اليوم. وتعالوا شوفوا العجول الجنية البقر النهاردة في سوق دمنهور. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة. الله اكبر. صباح الخير يا عم الحاج. صباح الفل يا باشا. صباح العسل. عمرك قد ايه العجله دي؟ سنه ونص. سنه ونص. الله اكبر على المال يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الله وكيل عملك ها. ب 16200. 16200 يا جماعه، عمر سنه ونص. الله اكبر. يعني تمشي تعشر عادي ولحم عادي، تمشي كده باتجاه ها؟ تمشي الاتجاه ايه؟ تمشي كده وكده. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. 16200 مزارع الحاج ميمة حواط. مزارع الحاج ميمة حواط، الله يبارك له. قاعد فين الحاج ميمة؟ في حزب 9. تبع ايه حزب 9؟ ابو حمص، حزب 9. الله يبارك لك يا معلمي، بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. متشكرين يا معلمي، واجعل صباحك ابد ان شاء الله. عجله بلد اصل. الله يبارك لك. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. صباح الخير يا عم الحاج. صباح الفل يا باشا. نهارنا ابيض ان شاء الله. الله يبارك لك. تتعرفوا باسمك؟ عبد الصادق مهدي. المعلم عبد الصادق مهدي. منين يا عم عبد الصادق؟ حمص درقمس. ابو حمص درقمس، الله يبارك لك. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. عمرك قد ايه يا عم عبد الصادق؟ سنتين. الله اكبر على المال يا جماعه، عمر سنتين، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. لبان ولا كسر حاجه؟ لا لبان. لباني لسه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. معك حاجه غيرها تاني؟ اللي ما بيحته بس دي اللي فاضله معاك. دي اللي فاضله معاك، الله يبارك لك. طب عامله كام الله وكيل يا عم الحاج؟ 16000. 16000 بس. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. 16000. الله اكبر على المال يا جماعه. يعني موجود عندك من دي لو حد عايز حي؟ تحت امر وجدك. يعني تمشي عشر ولا لحم عادي؟ تمشي عشر ولا لحم، كل حاجه. تمشي كل حاجه. يعني تنفع تحيه على العيد عادي؟ ان شاء الله. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله يا المال يا جماعه. الله اكبر. 16000 هات، بسم الله ما شاء الله على الشاب يا جماعه. عمر سنتين، سنه ونص. الحدود ديت برضه زي ما قال عم الحاج، الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طب ممكن رقمك يا عم الحاج لو حد عايز حاجه يتواصل معاه؟ تحت امرك. الله يبارك لك. 012 85 50 59 61. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد ومتشكرين يا معلمي. الله يبارك لك وربنا يرزق الجميع، اللهم امين. يا جماعه سوق دمنهور اشتغل النهارده اهوت. الله اكبر على الماء، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. نتعرفوا باسمه؟ كريم محمود علي سرحان. مين؟ كريم محمود علي سرحان. مع كريم محمود علي سرحان. منين يا حاج كريم؟ كفر السادي مركز الشبيخين. كفر ايه؟ كفر السادي مركز الشبيخين. كفر السادي؟ السابي. كفر السابي شبرخين، مركز شبرخين، محافظة البحيرة، أنيس ونور، في دمنهور يا معلم الناس. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. عمر قد ايه العجلة دي؟ عمر سنتين، بسم الله ما شاء الله يا جماعة الماء. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الأربع حلبات والضر يا جماعة، بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة. يعني تمشي لحم ولا عشر عادي؟ اه جنبنا. يعني تمشي كده وتمشي كده، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حضرتك تاجر يا معلمي؟ اه. الله يبارك لك. يعني موجود عندك من دي لو حد عايز حاجة؟ اه موجود. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عاملة كام الله وكيل بمرد الله؟ الله وكيل ب 15 ونص. 15000 ونص يا جماعة، بسم الله ما شاء الله على المال. الله أكبر. أسعار بما يرضي الله، الراجل قلبه ما يرضي الله. الله وكيل، عاملة 15000 ونص، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. الله أكبر. اللهم صل على النبي. هو دي المال اللي انجان يا جماعة. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. طب ممكن رقم تليفونك يا معلمي؟ الله يبارك. 012 757 69 540. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين يا معلمي. الله يبارك له. الله اكبر على المال يا جماعه. 15000 ونص، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا عم الحاج. 60 مره صورتني وما في فايده. يا عم الحاج انت بتبقى متصور في كذا فيديو من جوه، تخش تكمل الفيديو تلاقي نفسك فيه. والله العظيم. اللهم صل على النبي. نتعرفوا باسمك الاول؟ تحت امرك يا حاج محمد. عمار
الحاج محمد عبد المحسن منين يا معلمي؟ نعم القصر المصري. القصر المصري ابو حمص انستي ونورت في ضمنور النهارده يا معلمي. ديك. الله اكبر. السوق عامل ايه النهارده؟ كويس. يعني الاسعار حلوه النهارده؟ حلوه. الله يبارك لك يا حاج، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال يا جماعه. لا ده مال على كبير. اللهم صل على النبي على المال. 25. الله يبارك لك يا عم محمد، اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. الاعمار قد ايه يا عم محمد؟ نعم يا حاج. عمري قد ايه؟ 5 ونص. ها؟ 15 ونص. كمانهم 15 ونص. الواحدة عاملة 15 ألف ونص. 15 ونص. ها؟ أه؟ الواحدة عاملة 15 ونص. 15 ونص، بسم الله ما شاء الله. طب العمرهم قد ايه يا عم محمد؟ نعم. عمرهم قد ايه؟ سنتين. الواحدة عاملة 15 ألف ونص يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. يعني ينفعوا تحية على العيد يا عم محمد؟ أيوة تحية على العيد على طول. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله على البقر العجم يا جماعة، اللحمة هو ينفع تحية على العيد. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل. الله أكبر. الله يبارك لك يا عم محمد. يعني شغال فيهم على طول يا عم محمد؟ ايوه انا بندمت على طول. شغلتك الله يبارك لك. الله يبارك لك يا عم محمد. صور الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونك عشان الناس تواصل معاك تشتري منك؟ انت حط رقم انت بقى انا معايا. الله يبارك لك. الجو حلو. انت معكش رقم تليفوني يا عم محمد؟ يعني بتروح سواق ايه وايه عشان برضو الناس تجي لك هناك؟ نعم. بتروح سوق ايه وايه؟ بروح سوق الخميس ابو هواش، وبروح الثلاث. سوق الخميس ابو هواش والثلاث ابو حمص. حمص وكفر الدوار. وكفر الدوار يوم الاربعاء، وبتيجي ضمنهور يوم الاحد. يعني اي حد يعوز منك حاجه يجي لك اي سوق من دول. اي سوق. الله يبارك لك يا عم محمد. اي حد يتواصل معاك بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين يا معلمي. الله يبارك لك. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. صباح الخير يا معلمي. نتعرفوا باسمك؟ الحاج محمد عيد قطب. منين يا حاج محمد؟ من حفص. حاج محمد عيد قطب حفص، مركز ضمنهور، محافظه البحيره. الله يبارك لك يا معلمي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. عمره قد ايه الاولانيه دي؟ سنة وشهرين. بسم الله ما شاء الله. تجار ولا واخدينهم جنيه يا حاج؟ لا واخدينهم جنيه ان شاء الله. الله اكبر. قد ايه دي؟ سنة وشهرين؟ سنة وشهرين. الله اكبر. عاملة كام؟ 14 ونص. 14 ألف ونص سنة وشهرين يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. طب والتانية دي يا معلمي؟ ديت سنة وسبع شهور. سنة وسبع شهور، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب واخدينها تعشر ولا واخدينها لحم تجنوه؟ لحم ذبيحة للعيد. ذبيحة للعيد، الله يبارك لكم فيها، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب عاملة كام الله وكيل أم سنة ونص؟ 17 ألف ونص. الله أكبر. غير مصاري. بسم الله ما شاء الله. طب العلب، بالنسبة للعلب بتعلفوه مية وتوكلوه مية؟ طيب عشان الخطر لحمة العيد طبعا. احنا بناكله كزبة ضمنهور الزيوت. كزبة الزيوت بتاع ضمنهور. بتاع ضمنهور. الله يبارك. يعني حلوة في العلب؟ اه حلوة. وبتحطوا ايه تاني طيب معاه؟ لا ما بحطش حاجة معاه. الكزبة الضمنهور بس. ضمنهور بس. الله يبارك لك يا معلم واجعل صباحك ابد ومتشكرين جدا. يلا ماشي. الله يبارك لكم فيهم ان شاء الله. الله يبارك لكم، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا جماعه. الجنيين بتوع حفص الله يبارك له. طب معاك رقم تليفون يا معلمي؟ معايا يا باشا. كام يا غالي؟ 010 010 91 91 49 49 0110 0110. ما بناكلش غير كزبة ضمنهور والزيوت النظيف. يعني افضل علف للبهائم اللحم ايه؟ كزبة ايه؟ كزبة ضمنهور الزيوت. كزبة ضمنهور الزيوت. ما بناكلش غير منها زيوت بهائم، وزيوت ما بناكلش غير الزيوت. يعني شغال منها بقى لك كام سنة يعني؟ بقى لك أكثر من 15 سنة في الزيوت. كزبة ضمنهور الزيوت دي. الله يبارك لك. بسم الله ما تاكلش الزيوت. الله يبارك لك يا معلمي، بسم الله ما شاء الله. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم، او اي حد تبع اي حاجه بالله عليك تعمل معاه واجب. انا بشكر سوق ضمنهور بحاره. الله يبارك لك يا معلمي. صباحك ابيض ومتشكرين جدا. الله يكون الاشتراك في قناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أي تجار عندها عروض بأسعار بما يرضي الله تتواصل معاي. الرقم بتاعي قدام منكم على الشاشة اهوت يا جماعة. وأسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء.